من سعيد بن رحمه والمنتخب الجزائري تم الحديث عن انها لربما واحده من ابرز الغيابات عن هذه البطوله، كيف ترى الامر؟ اكيد، ولكن من الناحيه الفنيه سعيد بيمر بمراحل اضافه في علم التدريب، واحنا شفناه مع وستام. اعتقد الامور مش على ما يرام، لم يسجل ولا هدف، اعتقد صناعه هدف فقط. لعب حوالي 13 مباراة من أصل 19-20 مباراة، فده لا يليق بقيمته. السنة الماضية كان أفضل، كان أداؤه أعلى، حتى هو لعيب طبعا بروفايل على أعلى مستوى، لعيب يمتلك قدرات خاصة، وخصوصا هو بيلعب وينجر ليفت. حتة الاختراقات، حتة واحد ضد واحد، عملية السيرفات، عملية الدبل باص، الكرة الحائطية، عملية التسجيل، ولكن السنة دي بيمر مراحل صعبة جدا في كرة القدم. سعيد من اللعيبة الموهوبة، واعتقد المنتخب الجزائري هيفتقده لقيمته. من الممكن انت بتمر بظروف صعبه، ولكن تيجي بطوله زي بطوله افريقيا، وحصلت قبل كده للعيبه كتير حتى على مستوى المنتخبنا الوطني المصري. حسام حسن كان فيه على المستوى الدوري العام لم يسجل، وفجاه لعب 98 وابتدى رجع تاني حسام حسن ونجم المنتخب الوطني المصري. ولكن سعيد من اللعيبه اللي تمتلك قدرات خاصه، بروفايل لاعب من وجهه نظر على المستوى، لو هتقيسه في النواحي البدنيه، نواحي السكيلز، المهاره على اعلى مستوى، حتى النواحي العقليه. ولكن اعتقد الامور كانت صعبه جدا في المباراه الوديه للراس الاخضر، وهي دي اللي اطاحت بيه عندما حصل طبعا نزاع على مين يصوب ضربه الجزاء بينه وبين اسلام، والمشكله اللي حصلت مع جمال بالماضي هي دي اعتقد اللي اطاحت بيه. لان سعيد من وجهه نظر العيب لا يستغنى عنه، يعني لا غنى عنه في المنتخب هنا الجزائري. سؤال محمدي، هل يمكن تعويض قيمه سعيد بسهوله في المنتخب الجزائري؟ هو اعتقد ان هناك اسباب جعلت ربما جمال اتخذ هذا القرار، ومنها بكل تاكيد مساله توفر بدائل، لا اقول جاهزه بشكل مثالي، خاصه بلايلي مثلا اللي يمر بحاله جيده مع المولوديه على صعيد الدوري المحلي، لكن لم يصل بعد لمستوى بلايلي قبل 3 إلى 4 مواسم الان. لكن مستوى محمد المعمور اعتقد كذلك ساهم في هذه المساله، لانه يقدم موسم خرافي الحقيقه مع سان جلواز، يسجل، يخلق فرص، مستوى ثابت الى حد بعيد جدا، فبالتالي ربما توفر هذه البدائل حفز ربما بالماضي على استبعاد بن رحمة. أنا أعتقد أنه حتى تصرف اللي سلوك بعد مباراة مصر، أثناء مباراة مصر في أبو ظبي، أعتقد تصرف اللي شاهده الجميع عندما قام بإخراج بن رحمة بالضبط، لم يتقبل بالضبط رد فعل بالماضي، كانت تتضح أنه ثمة هو، ثمة مشكلة، ثمة شيء غير طبيعي، رغم أنه ردت في الحقيقة بن رحمة كانت إلى حد ما عاقلة ورزينة وهادئة جدا أمام الملأ، أمام الكاميرات، لكن من الواضح أنه ثمة شيء ما كذلك في العلاقة بين الشخصين، لأنه قبل 3 أسابيع عندما قرر بن رحمة صباغة شعره، أعتقد الجميع تأكد أنه بن رحمة لن يكون في كأس أفريقيا، لأنه عادة بالماضي يفرض مجموعة من الضوابط، ومنها مسألة حلاقة الرأس مثلا، أن تكون في إطار نسميها مثلا إطار احترام الذوق العام مثلا، بالتالي عندما قرر صباغة شعره اعتقد اتضح للجزائريين بانه بن رحمة. طب كابتن سمير، بالنسبة للتشكيلة ونشاهد الان هذه صور المنتخب الجزائري، هذه هي التشكيلة، هل من الممكن ان تنسي الجزائريين برايك خيبة الامل في النسخة الماضية؟ ممكن، لانه هو يمتلك لعيبة على اعلى مستوى، ولعيبة لديها خبرة كبيرة حتى في افريقيا. هو طبعا حاصل على نسخة 2019 ومن قبل 1990 في الجيل كان ممتاز على طبعا في ملعبه في وسط جمهور في الجزائر، ولكن المجموعة ممتازة للغاية، تضم لعيبة على أعلى مستوى، لعيبة لديها الخبرة، يعني أعتقد نسبة 85% من نسخة 2019 متواجدة، و3 خطوط أعتقد قيمة كبيرة لمنتخب الجزائر. منتخب الجزائر دائما معودنا اللي هو بيكون حاضر بشخصية بطل، لأن لديه جودة، كل ما ليك جودة وليك حلول كثيرة أعتقد بيبقى ليك الأفضلية، زيك زي المنتخب المصري، زي المنتخب المغربي. إحنا نتمنى طبعا كل التوفيق لكل منتخباتنا العربية وبشكل عام، ولكن أتمنى بشكل خاص للمنتخبنا الوطني المصري الحصول على النجمة. بالتأكيد علوي تتمنى، لكن نبقى نتحدث عن المنتخب الجزائري ووجود نجم كبير بقيمة رياض محرز، ايضا كان عاملا مهما في الفوز في 2019 باللقب، لكن هل هو هذا نفس رياض محرز الذي كان في 2019؟ اعتقد لا، ليس في افضل وضعياته، من الواضح انه لا يؤدي بشكل مثالي مع الاهلي كما هو منتظر، لانه في الحقيقه كفاءه فنيه هي الاعلى
في الجزائر في السنوات الأخيرة، أحد أفضل لاعبين اللي أنتجت من الجزائر بالحقيقة، لا جدال في ذلك. لكن أعتقد أنه ثمة بعض الشكوك حول المنتخب الجزائري، حول المجموعة بشكل عام، بالضبط حول مستويات بعض اللاعبين اللي تراجعت في السنوات الأخيرة، حتى بسبب العمر مثل حادث في قولي، بنجاح لم يعد كما كان قبل مواسم، محرز كذلك أعتقد في بن ناصر اللي هو أهم لاعب في وسط الميدان عايد من إصابة منذ 6 أشهر تقريبا لم يلعب كرة قدم، صحيح أنه لعب آخر جولتين في الدوري الإيطالي ولعب مباريات ودية ضد توغو كبوراندي، لكن في النهاية لم يصل أعتقد الحالة المثالية، وأعتقد أن مستوى بن ناصر سيحدد بجزء كبير جدا شكل المنتخب الجزائري خاصة في وسط الميدان، لأنه أعتقد أنه أحد أفضل لاعبين في هذا المركز في القارة وليس فقط على الصعيد العربي. فبالتالي أنا أعتقد أن هذه الشكوك حول المستوى الفردي لبعض اللاعبين، لكن خيار معسكر كان موفق جدا. صحيح اختارت توغو، مناخ مناسب، مناخ صعب لوجستيا، توغو ليس دوري جاهز، وهذا مهم جدا على الصعيد الذهني للاعبين لكي يبدأوا في استيعاب المشاكل، ضغوطات، عدم وجود تلك الرفاهية المتوفرة سواء في آسيا أو في بلدانهم. شيء آخر كذلك أنه أخيرا الجزائر قامت بمعسكر متكامل، لعبت مباراتين لنسل في النسخة الأخيرة، للأسف المنتخب الجزائري فعليا لم يلعب معسكر، صحيح لعب مباراة ودية ضد غانا، لكن كان نصف اللاعبين مصابين بكورونا، حتى المدرب أصيب بكورونا، دخلوا مشاكل كبيرة بسبب كورونا. هاي المشاكل ولله الحمد كانت بطولة أساسا بظروف صعبة، لكن بالضبط الجزائر كان ضرر كورونا فيها أعلى من بقية المنتخبات الحقيقة، جعلها فعليا تدخل البطولة بدون أي معسكر، وهذا لم يحدث على الأقل في هذه النسخة. يعني هذه الانتقادات التي أشار إليها محمدي على تجانس المجموعة، لكن أيضا من جانب آخر قدرة جمال بالماضي على خلق الأجواء التي خلقها سابقا وفاز بها باللقب مع هذه التشكيلة التي فيها أسماء كثيرة فازت معه من قبل. هل ننتظر من الجزائر الوصول على الأقل إلى المباراة النهائية؟ أكيد، وخصوصا أن جمال بالماضي بيعول على عمل الجماعة داخل الملعب، وخصوصا بيكون منظومة مميزة من ناحية تكتيكية. احنا او انا اتعاملت او شفت جمال بن ماضي هنا في قطر دائما حازم جدا في الانضباط التكتيكي داخل الملعب، من حيث التنظيم، من حيث النجاعة الهجومية، من حيث الصلابة الدفاعية. برضو وجود اسلام سليماني لعيب مميز وبيجيد عملية التمركز الجيد في منطقة 18 والتعامل مع الكرات الهوائية، مع طبعا اللعب كمحطة جيدة في الطلوع على الكرة. ولكن أشار نقطة جميلة قوي، حتى التقدم السن في المنتخب الجزائري أو اللعيبة أو النجوم المنتخب الجزائري، من الممكن ماتشات زي دي محتاجة خبرات كبيرة، من الممكن تكون حاسمة داخل السكواد. وعن تجربة شخصية، عندما استدعي أحمد حسن، هو كان أكبر اللاعبين مع حسام حسن، أحمد حسن خد أفضل لاعب في البطولة في 2006، وكان شيء خيالي. فمن الممكن يكون عندك لعيب أنت بتعول عليه أنه هو لعيب يتقدم في العمر، لكن الأداء والالتزام داخل الملعب مع وممكن تجميع بالنسبة المجموعة بعض اللاعبين تكون آخر بطولة مع فيبقى عنده الدافع والرغبة اللي هو لتقديم الأداء الجيد. أتفق معك علي، وخصوصا أن جمال لديه اتجاهات تكتيكية مميزة، يعني من المدربين اللي بيقدر يلعب، يعني يشتغل على قوة وضعف المنافس، وعنده دراسة جيدة، وبيشتغل اللي هو بيخفي عيوبه ويبتدي يبرز إمكانياته ويبتدي يشتغل على نقاط الضعف لدى المنافس. أعتقد أن جمال هو من المدربين الوطنيين، ودي ميزة وقوة للمنتخب الجزائري. أتكلم عن المنتخب المصري، عندما تولى الكابتن حسن شحاتة أحرز 3 بطولات متتالية، كان 2006 8 10 مع كابتن جوهري، قدرنا نحرز 1998 في ظل وجود مدير فني وطني، ودي ميزة داخل طبعا أو لأي منتخب عربي. وشاهدنا النجاح الكبير الذي حققته الجزائر في 2019.